طيب؟ يعني هداك الوقت كانت روما بإيطاليا، وكان وقتها يحكموا نص العالم. كان المطران جوسفوس يقول إنه إمبراطوريتهم سقطت لأنهم كفار. مزبوط. بعدين نقلوا مركز حكمهم لهون على القسطنطينية. إيه، وسموها روما الثانية. بس غزاها العثمانيين. وبعد بفترة جدك قالوا إنه موسكو حتصير روما الثالثة وما حيكون في غيرها، وأسستها ستك. ستي أنا؟ ستك صوفيا. سقطت الإمبراطورية البيزنطية بعد غزو العثمانيين، وفي عام 1453 استولى الأتراك على القسطنطينية وقتلوا الإمبراطور قسطنطين الحادي عشر، وشقيقه توماس باليولوج هرب مع عائلته إلى كورفو ثم إلى روما. وعندما مات أصبح قداسة البابا وصياً على طفليه، ثم عين الكاردينال بيساريون لإرشاد وريثي عرش بيزنطة أندرياس وزوي باليولوج. ممتاز مولاتي، ضربة موفقة. ما حدا بيجاملني غيرك. مو مجاملة، نص جنودنا ما بيعرف يصيبوا الهدف مثل ما انت صبتي. ما عندهم مثلك. زوي تعي لعندي وحاكيني شوي. عم يخيب أملي فيكي. أميرة بيزنطية مثلك ما بصير أبداً تختلط بالخدم، هذا إذا تجاهلنا طبعاً إنك عم تحملي سلاح. كنت بس عم جرب. آسفة يا صاحب الجلالة. ما تنسي أصولك أبداً، تذكري هالحكي. البساطة والتواضع صفات الإمبراطورة المستقبلية. صحيح. عادي. شكراً، ماني تعبانة. رح تتعبي إذا وقفتي وهو عم يرسمك. وليش بدكم لوحة لإلي؟ المبعوثين الإيطاليين المرسلين من قداسة البابا سيكستوس الرابع وصلوا من روما. ما
كلانسي، زوي بنت توماس يلي بيكون شقيق باسيليوس قسطنطين باليولوج، قداسة الحبر الأعظم سيكستوس الرابع، حابب يعرض عليك للزواج. معقولة حدا يرسم وش بشري على لوحة؟ وش بشري ومرسوم مثل الأيقونات المقدسة؟ لازم نخبي الصورة يا مولاي. من مين؟ شعبنا رح يعصب إذا شافها. تفضل. لا تدمر حياتك يا مولاي، فيني خبيها بشي اسطبل إذا بدك. يعني كيف الأمير بده يتزوج العروس إذا ما شافها؟ يعني بلكي بشعة أو عندها شي حدبة، بتصير مشكلة كبيرة كتير وقتها. سمعتوا إنهم ما بيبوسوا الصور المقدسة أبداً وبيرموا أولادهم لتربيهم الذئاب، لأنه هدول الناس بالتحديد ما عندهم إنسانية أبداً. صاير مثل الختايرة، حكيها كله ما له طعمة. فكر بمصلحة البلد. وشو رح نستفيد منها؟ شوف، سلالة انتهت وما قلنا مصلحة أبداً بهالزواج. لا ذهب ولا أراضي ولا عبيد حتى ولا أي شيء. طبعاً قداسة البابا بيقدم لك مهر العروس 6000 دوكات. لا تضحك علينا. فريوينك قديش هذا المبلغ بيطلع؟ شي 50 هريفنا يا مولاي. 50 هريفنا؟ لك أنا بذات نفسي دفعت ضعف هذا المبلغ مهر لبنتي الصغيرة. شو رأيكن نقلعن هنن ومصرياتن الإيطالية؟ ما إلن شغل عنا أبداً. أغبياء، أنتو ما بتفكروا غير بالذهب والمصاري وبس، وبتركضوا مشان 1000 هريفنا. بتزوجوا أميركن لأي وحدة؟ ما بتعرفوا شو صاير. البابا ما كان عرضها للزواج لو ما كان في شي بباله. بده يوسع سلطته ويثبت الكنيسة اللاتينية. هدفه الأساسي إنه روسيا تنحني له، وهي العروس مجرد أداة لتنفيذ مكيدته. أمير إيفان اسمعني، بتمنى تفكر منيح. العروس انعرضت لسبب محدد. لازم تحرقوا هاي الصورة فوراً. طبعاً لازم تحرقوها. لازم تحرقوا المبعوثين وارفضوا هذا العرض. خلصنا بقى. هاد شي بتقرره إرادة ربنا. والكلمة الأخيرة لأميركن، وبدي قص لسان أي حدا بده يتمرد. أنا مولاتكن. مولاتي، سمو الأميرة. سمو الأميرة، فهميني شو عم يصير. بنتي ناستيا مناسبة تماماً للأمير. مستعد ضحي بكل شي ليصير هذا الشي، وبدفع أكتر من البابا 100 مرة. ماني نسيانة بنتك بنوب، بس القرار بإيد الأمير. في بيناتنا اتفاق؟ ما بتذكر إنه أنا ختمت على أي اتفاقية. صاير واحد واطي يا غريغوري. سمو الأميرة، شو بابا؟ شفت الرومان؟ ايه شفتن. لهدول الشياطين جايين ليسرقوا سعادتك يا حبيبة قلبي. عن شو عم تحكي بابا؟ انتو لوين رايحين؟ لازم نروح على الكنيسة فورا. لازم تتزوجي. ما رح يجيني نوم ليصير هذا الزواج. يلا مسكي روحوا على البيت. على البيت. Thank you.
شو المي منيح؟ انت كتير حلوة والكل بيتمناك. ما حدا بيهمه جمالي بس مكانتي بتهم. وجمالك بكمل مكانتك والثروة بتكملها كمان، بس للأسف ما عندي منها. ما بيصير تفوت لهون. شو انت مجنون اندرياس؟ يعني على أساس ولا مرة شايفك بلا تياب؟ اندرياس شو بدك مني؟ لقيت لك عريس. الأمير كاراتشولو شاب صغير وغني وبيعجبك كمان. ما طلبت منك شي على فكرة. لا تعصبي، عم حاول انقذك. سنيور اندرياس، شو ما بدك تروحي على موسكو؟ قلت على موسكو؟ ايه على موسكو. سمعت انه البابا قرر مصيرك وحسم الموضوع. مستحيل روح على موسكو. سألي الكاردينال، عم يقولوا انه امير موسكو كتير حلو وكتير كريم. موسكو هو طلب يتزوجني؟ ليش ما حدا خبرني؟ ما بعرف سنيورا، بس متأكد انه العيشة بموسكو ما رح تعجبك. ليش؟ لأنه العالم مانن متحضرين وجهلة ومتخلفين كتير، وكمان أميرهم كتير شرس وسفاح. كذب، لأنهم أرثوذكس. لارا بالإذن. على أساس فرقت إذا أرثوذكس؟ طبعا. تتذكر بشو وصانا أبونا؟ بإيماننا. الإيمان شي منيح، بس في شغلات كتير أهم وأبدأ بكتير. المصاري؟ المصاري يلي ما منملكها. أنتي لازم تتزوجي كاراتشولو يا أختي وبسرعة. أنا وعدته بهالشي. وإذا رفضت شو؟ بيقتلوني. الجماعة قالون علي ديون كبيرة، بس كاراتشولو رح يزبط كل شي إذا قدرت أقنعك إنه تتزوجي. يعني بدك تبيعني؟ أختي، يعني أنا عم أقول إني استفيد شي مرة منك بهالعقد. كل شي رح يصير مثل ما بدي. أمير موسكو الأكبر إيفان أرمل وعم يدور على عروس. شو رأيك نزوجه زوي وبعدين بصير كاثوليكي؟ كتير حلو، بس ليش ليقبل يتزوج زوي؟ المسكينة ما عندها ميزات غير لقبها. رح يجذبه لقبها بعد ما وسع أراضي. هو عنده طموح كبير إنه يصير ملك، وما رح يكتفي إنه يضل أمير. بس زوي ما رح تكون أفضل خيار. اسمح لي خالفك الرأي، لأنه العروسات الأرثوذكس مانن كتار أبداً. لكان إذا هيك ما لازم يوصل منوب خبر للأمير إيفان إنه زوي صارت كاثوليكية. صاحب النيافة، شكراً. تعرفوا كتير منيح شو هي قضيتي، واللي هي توحيد كل الأراضي الروسية وتقويتها، وحلفت بالصليب على هالقضية، ومشان هالغاية وبهدف تعزيز وتمجيد عرش موسكو العظيم، ولأنه بتهمني راحة بال كل الشعب الروسي، أنا رح أتزوج زوي من عائلة باليولوج، واللي هنن حكام القسطنطينية. هاي هي رغبتي. إذا حدا عنده شي يتفضل يحكي. ما حدا رح يقول أي شي. الكل خايفين. من شو خايفين يا غريغوري؟ ماني خايف على حالي يا سمو الأمير، خايف إنه تصير فتنة. طيب أنا هلأ رح روح، كملوا خوفكم بغيابي. شو يلي عم بيصير؟ ليش هيك عم يعمل؟ ما عرفت.
فري، انت اكتر حدا بيحكي ايطالي؟ صح. لك نروح على روما وجيب الاميره زوي على موسكو. سمو الامير، شغلتي العمله وقد ما بدك بصنع مصاري للخزينه. شو خايف؟ لا بس البرد ما بحبه، انا بخاف اني موت من البرد واتجمد. بعطيك معطفي لك. شبك فري؟ ادو شان مصلحة البلد. معك حق يا فيودور، روح معه كمان لتتفرج على الاحتفالات هنيك. ليش اخترتني سمو الامير؟ عندي كتير شغل هون. عندك مانع امنك على عروستي؟ دوت الابواق وسبع ملائكة وفكت سبعة كمان، وبدي اياك تختم من الكتاب وظهرت ام الساحرات. الرومان رح يجيبوا لنا ام الساحرات ويزوجوها لاميرنا الاكبر، والجراد رح ياكلنا ويقضي علينا. المبعوثين رح يروحوا، انت كمان اسرع، لا تخلي الشياطين يروحوا. يا ترى انت عرفان شو عم تطلب؟ هذا طلب كل الارثوذكس، مو بس طلبي انا، عم تفهم؟ هي اسمها خيانه عظمى. انا حامل السيف الرئيسي للامير الاكبر. ايش هو هالحامل السيف يلي بيرفع الراس يلي ما بده يساعد الامير؟ انا عم اطلب منك لاني بعرف ما حدا شجاع وقوي قدك، لازم توقفوا عند حده. وقت الرب بيغفر لنا كلنا. يمكن بيغفر، بس الامير رح يذبحني. لازم تعجل والرب رح يكون معك. شو عم يصير؟ ما بعرف، مدري شو بده يكون صاير. فيودور، ليش وقفت؟ سامع هالصوت من قبل، خليك جاهز. اهدى 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 اهدى. ارجعوا. معقول ما قدرت تنفذ هيك مهمة بسيطة؟ أنا بعتذر كتير، ما تعودت تكون قاتل. عم تحكي جد؟
قلت لي مانك قاتل. توقيف خطة شيطانية مثل هي برأيك يعني اسمه قتل؟ تذكر انت حدا بصفنا. ما تقلق، يمكن ما يوصلوا لنا. ما فيك تعرف اذا الرب راح يسمح لهم انه يوصلوا لنا، بس نحنا لازم نجهز حالنا لوقت اللي بيوصلوا فيه ضيوفنا. لازم تكون جاهز. وقفوا لوين فايتين؟ بعد مطارين بعد هيك. شو عم يصير؟ مين هدول؟ المبعوثين الروس طالبين يشوفوك هلأ فورا. ليش ما قلت لهم إني ماني هون؟ ما رضيوا يروحوا قبل ما يشوفوك. شو هاد؟ كأنه حارسك حسب شوية دوخة. جلالتك نحن آسفين لأنه كسرنا البوابة، بس نحن صرنا ناطرين كل النهار. تركونا برا مثل كأنه نحن عبيد. فهموا لشوف. البابا غير رأيه، ما عاد بده يسوي الزوي للأمير إيفان. شو قصدك؟ كيف؟ طولتوا كتير لعطيتونا جواب. حاولنا نوصل بأسرع وقت ممكن جلالتك. أنا آسف، ما فيني أعمل شيء أبدا، هي رغبة البابا. شو هالحكي؟ غيروا رأيهم، قالوا لنا إنه نروح بدون الأميرة. كيف يعني غيروا رأيهم؟ استنى أنا بحلها. مالنا رايحين قبل ما يعطونا الأميرة زوي، رح نضل هون لحتى ناخدها. فهموا هذا آخر كلام عنا. المبعوث ما قبل إنه يرجع بدون الأميرة جلالتك. عفوا جلالتك، بس حاول تفهمني لو سمحت. ما رح تلاقوا زوج للأميرة زوي أحسن من الأمير إيفان. هذا الرجل ما بيتكرر. أمير موسكو. البابا بيعرف أكتر منكن شو هي مصلحة الأميرة. عفوا جلالتك، أكيد معك حق مثل العادة، بس بتمنى توضح للبابا أنه زواج الأميرة من إيفان أمير موسكو رح يحمل فائدة كبيرة لقداسة البابا شخصيا، مثل ما هالزواج رح يفيد كمان العالم كله والكنيسة المقدسة. مزبوط حكيك. رح حاول رتب لاجتماع تاني. مش الحال، شكله بلش يقتنع. بس لازم توعدوا البابا تنفذوا كل شي رح يطلبوا منكم. شكرا لك، أكيد رح نوعده بشو ما بده، هذا الشيء أكيد. ما تاكلها. ايه شكرا، وصل شكرنا للبابا. الأمير إيفان أمير موسكو الأكبر المسيحي الصالح طلب تقديم هالهدايا هدول لحتى يعبر عن احترامه الكبير للكرسي البابوي، بتمنى تقبلوهم. أكيد منشكر الأمير عكرمه الكبير. بيشكر الأمير إيفان عكرمه الكبير. وأكيد منرحب فيكم. هو موافق على الزواج من زوي أميرة سلالة باليودو. موافق على الزواج وعلى اعتناق من زوي أميرة سلالة باليون نهج الكنيسة الكاثوليكية، وعلى اعتناق وبيقبلني كأب روحي له نهج الكنيسة الباباوية وقبولنا كأب روحي له. نعم نحن موافقين. لسه عنا طلب كمان. لسه عنده طلب. وصيتنا رح تكون كالتالي: إذا وافقنا على إتمام الزواج، زوي باليولوغ وإيفان أمير موسكو الأكبر رح نطالبكم على إتمام الزواج ببدء الأعمال الحربية فورا بشمال تافريا، من شان نهدد الحدود الشمالية للمنطقة الخاضعة للسلطان محمد. وهذا الشرط غير قابل للنقاش، رح يوافق أمير موسكو الأكبر عليه. الزواج مرتبط بهذا الشرط. شو قصده بهالحكي؟ عم يقول إنه بده يانا نحارب الأتراك وما بده نركع لهم كمان؟ يمكن، رح أسأله.
طيب قل له الأمير موافق. يلا. ما فيني أعطي كلمة باسم الأمير بهيك موضوع. موافقين رح نهزم الأتراك. نحن كمان ضاقت أخلاقنا منهم كتير ولازم نحط لهم حد. الأمير موافق عكل شروطكم. انحني. إذا هيك لكان باسم الآب والابن والروح القدس. لو سمحت بترجاك، لو سمحت بترجاك اسمعني شوي، بس شوي لو سمحت. ما فيني روح موسكو، بترجاك عندي بنت صغيرة. قومي يا بنتي قومي. ايه أنا مذنبة بعرف حالي، وبنتي ولدت بسبب خطيئتي، هاد سبب عذابي، بس بترجاك لو سمحت لا تبعدني عن بنتي. كلنا لازم ندفع ثمن خطايانا. يلا قومي. بس بنتي راح نعتني فيها. وجودك مع الأميرة زوي كتير ضروري، ولازم تكوني معها لما بدها تروح على موسكو. راح ترجعي. أنا بأمرك. روحي ودعي بنتك وراح تشوفيها بوعدك. رح روح على موسكو بكرة. طيب ليش؟ منشان أحكم. من أمير موسكو الأكبر. شو فيني قلك؟ ألف مبروك يا سمو الأميرة. أنا كتير خايفة بيترو، موسكو بعيدة. رح صلي لك وأدعي لك من قلبي لحتى تتوفقي. يا ريت فيك تجي معي. يمكن تلاقيني لحقتك شي يوم من الأيام. بيترو يا حراس، يا حراس تركني، تركني يا حراس، يا حراس. هروب سينيور كارتشولو، في حراس جايين. هروب يلا. ما تحاولي تفهمي الموضوع غلط، أنا بس كنت عم حاول أنقذك. يا ربي أهانوا كل عائلتي، انتقم لي، انتقم لي. هاد شرف كبير إلي. أكيد رح انتقم لك. يا ربي مات بسببي. طولي بالك، طولي بالك يا سمو الأميرة. كان في كتير دم. يلي عملوا هيك قدرتي تشوفي وجوههم؟ لا. الحراس رح يلاقوهم إن شاء الله. بدي إياك تهدي أعصابك. رح نلاقيهم ورح صلي لروح بيترو المسكين. أنتي صار لازم تروحي، وكلتك بمهمة كتير كبيرة، تذكريها منيح. مسؤوليتك كتير كبيرة. في 24 من يونيو تموز، قافلة الأميرة زوي المكونة من 100 عربة و150 حصاناً غادرت روما
وعبرت إيطاليا مروراً بسيينا وبولونيا ونورنبورغ، ووصلت أخيراً إلى ميناء لوبيك. ولتجاوز أراضي ليتوانيا الخطيرة أبحروا في بحر البلطيق لإثنى عشر يوماً، ثم وصلوا إلى شاطئ كوليفان وأكملوا بقية الطريق إلى موسكو على عربات التزلج مروراً ببيسكوف ونوفوغراد. ووسط الصقيع استغرقت الرحلة 7 أشهر. اجتنا أخبار سيئة من جهة حدودنا مع المغول. أحمد خان جهز جيشه، يعني رح يهاجمنا. شو رأيك بهالحكي يا فيودور؟ مثل العادة مندفع فدية، والنبلاء رح يساعدونا بالدفع أكيد. ما ضل معنا ذهب من وقت آخر حملة صارت علينا. معناها لازم نطلب من غريغوري مامونوف، بظن أكيد رح نلاقي معه كم روبل. سمو الأمير، في رسول من الأميرة وحابب إنه يشوفك. خليه يدخل. الأميرة البيزنطية جاي سمو الأمير، ومع 70 كاهن وكمان عم يفوتوا على الكنايس وما عم يبوسوا الأيقونات المقدسة، عم يعملوا هيك للعالم بدل إشارة البركة المعروفة. طيب والأميرة ما باست الأيقونات؟ رسمت الصليب على طريقتنا وباست الأيقونات، وخلت ممثل البابا يبوس صورة العذراء. والمطران؟ اجيت خبرك قبل ما خبره. تمام، ممتاز. فيك تروح ترتاح. أمرك. مرت أبوك جاية. مع 70 كاهن كأنه مهمة كتير. ما بدي أي مشاكل بيناتكن، عم تفهم علي؟ توصل الساحرة لعنا وشياطين الرومان معه، قربوا يوصلوا. وشيطان الرئيسي حامل صليب لاتيني يا مطران. تقول صليب لاتيني؟ حمينا، نحن رعاياك وبدنا تساعدنا يا مطران. والأمير؟ الأمير بيعرف كل شيء. بتروح لعنده وبتقله هالحكي. إذا فات الرومان من هالبوابة بالصليب اللاتيني، فالمطران فيليب رح يطلع من تاني جهة بنفس اللحظة، عم تفهم؟ ما رح نسمح لهم أبداً. ممنوع يفوتوا. ممنوع يفوتوا لهون. ممنوعون يفوتوا. ممنوع يفوتوا. ما رح نسمح لحدا يفوت. ما رح نسمح لهم. ممنوع يفوتوا. ما رح نسمح لهم. ما رح نسمح لهم يفوتوا. ممنوع يفوتوا لهون. ممنوع حدا يفوت لهون. يا صاحب سمو سمو، في شي زعجك مولاتي؟ بياض التلج مزعج كتير. آسفة. روحي من هون.
ممنوع حدا يفوت. ممنوع حدا يفوت. شو صار؟ ما بعرف مولاتي. لا تطلعي، يمكن الوضع خطير. مولاتي مولاتي يا كافرة، روحوا من هون انتوا فجركم. يلا من هون، رجعوا من مطرح ما جيتوا. يلا هون هون. مولاتي مولاتي وين رايحة؟ ابونا العوان هذول ما بيبوسوا بالعنات. ما افتحوا الطريق، معي عروسة الأمير. دولنا افتحوا الطريق، يلا يلا افتحوا الطريق. ما رح نخليكم تفوتوا. احنا ما رح نخليكم تفوتوا عبد الدنيا. احنا مستحيل نخليكم تفوتوا ابدا. مين مفكر حالك لتمنع إرادة الأمير وتعطيني الأوامر؟ اللي انا حامل السيف الرئيسي والمطران امرني ما نسمح لكم تفوتوا. كان واجهني. يلا بنعيش. ساحرة ليك، الساحرة ليك، ساحرة. شيل الصليب أنطوني، كرهونا قبل ما نفوت على المدينة. لا تلبسني، لا بعيد، لا لا تلبسني. بعتذر مني، آسف مولاتي. طلعي قبل ما يقتلوكي. العوة بالبلدنا أغبياء. اهدي مولاتي، ما رح تخليكي تفوتي ابدا على جسرنا. افتحوا الطريق اجا سمو الامير. يلا احنوا لسمو الامير. يلا تفوتي لهون ابدا. زبطة بتجنن. يا ربي الظاهر من عادات الرومان انه يخلوا العريس ناطر. هالرومانية ما انا محترمة عاداتنا ابدا. شو رأيك بهذا الفستان؟ ما حبيته. وهاد مولاتي؟ لا مو حلو ابدا. هاتي غيره. شو رأيك بهاد سينيورا؟ زوي باليول ابنة الأمير توماس شقيق قسطنطين باليول يلي حكم القسطنطينية، عروس الأمير إيفان أمير موسكو الأكبر. كيفك يا زوي فومينيشنا؟ الأمير عم يسألك، جاوبي. أنا منيحة صمومة. تحكي روسي؟ كم كلمة بس. والأميرة زوي بتتمنى حضرتها تعلمها باقي اللغة. هاي بتكون والدتي ماريا ياروسلافنا. والدته. وهاد ابني إيفان، كمان فيودور دافيديتش. انتي تعرفتي عليه من قبل غريغوري. إذا قضيناها هيك ما منخلص بسنة. من بعد إذنك سمو الأمير، أنا بقدم لك عرش عائلة بوليولوك. الأميرة زوي عم تطلب إذنك لتقدم لك هذا العرش يلي أسلافها قعدوا عليه. خاف يكسره. قال إنه خايف يكسره. أكيد رح يخاف، لأنه من هون وعرش موسكو أقوى بكتير. قالت له إنه عرش موسكو أقوى بكتير من هذا العرش. معك حق سموك، كل شي منيح بمكانه. الأميرة عم تقول إنه معك حق،
كل شيء منيح بس يكون بمكانه. سيادة المطران، المبعوث الخاص من قداسة البابا سيكستوس الرابع. المبعوث يلي كان حامل الصليب اللاتيني؟ نعم سيادة المطران. نيكيتا، جيب له شراب عسل سخن وشوية أكل. سيد فيليب، مطران موسكو المبجل، حامل معي رسالة شخصية إلك من قداسة البابا سيكستوس الرابع. تفضل خذها. راح اجيب الاكل. لحظة نيكيتا، ما بعرف اقرا شو مكتوب. شراب العسل سخن، دفي جسمك. من الأمانة العامة مكتوب إنه البابا بيحترمك كتير، وإنه منخدم رب واحد، وإنه المبعوثين خرومي وفريه بالنيابة عن الأمير الأكبر قدموا ضمان خطي إنه أمير موسكو الأكبر راح يعتنق العقيدة الكاثوليكية اليونانية. كيف هيك يعني؟ هيك مكتوب بالرسالة، ما بعرف. ما وعدتن إني رح أعمل أي شيء. بس المبعوثين تبعك وعدوه. طلبت منهم يجيبوا الأميرة وراحوا جابوها لهون. اسمعني منيح يا إيفان، أنا ما رح بارك زواج أمير أرثوذكسي وأميرة كاثوليكية أبدا. مو بكيفك. إذا بتذبحني ما بعملها. إيفان، طول ما أنا أبوك الروحي ما رح أسمح بأنه يصير هذا الكفر. لك ليش معتبره كفر طالما هي أرثوذكسية؟ هي قالت لك هيك؟ ما بتعرف تحكي روسي. شو هالعروس يلي ما بتعرف تحكي لغة عريسة؟ أنت من شو خايف؟ يلي خايف منه أنك تجي لعندي شي يوم وتقلي سامحني يا مطران، رح اترك عقيدتك ورح صلي لمريم العذراء، وما رح صلي بلغة الأم، رح صلي بلغة مرتي. هيك رح أقول تماما. اسمع، ما بيصير أمير موسكو الأكبر يضعف إيمانه. كنت مأمن إنك رح تساعدني بهذا الموضوع، بس خلص رح دبر حالي بحالي. سألها شو عقيدتها؟ شو عقيدتك؟ تعمدت على الأرثوذكس. قالت إنه هي تعمدت على الأرثوذكس. إلا رح تتعمد بكرة مرة تانية. رح تتعمدي مرة تانية بكرة. طيب ليش؟ ما فهمت. عم تسأل عن السبب. مشان ريح بالي من وجع الرأس. منشان يريح باله. ليش مو واثق فيني؟ مو واثق فيها؟ الثقة بتجي بعد الأفعال. الثقة بعد الأفعال. طيب وهي؟ صدقتني ولا شو؟ رح تتعمد بكرة وبتتسمى باسم جديد كمان. رح تتعمدي وتتسمي باسم جديد. رح تتزوجني إذا رفضت هالشي؟ سمو الأمير، إذا رفضت رح تتزوجها؟ إذا رفضت هالشي رح رجعها بلادها دغري. إذا رفضتي مع أغراضها وسنديقها كمان. لا، شو هالورطة يا الله.
غودينيا ابن ميخائيل حامل السيف الرئيسي للأمير الأكبر، ومعه مساعدينه دانيل كاخلينوف وسيومكا خوست. عندما علموا باقتراب قافلة زوي عروس أمير موسكو الأكبر المستقبلية، خرجوا بشكل تعسفي لمواجهتها ولم يسمحوا لها بدخول المدينة، ملوحين بأسلحتهم في وجهها. وبسبب هذا الطيش الشيطاني حاملي السيفين دانيلكا وسيومكا مع محرضهما ستقطع رؤوسهم. يا شعب موسكو اسمعوني، طلعنا لنقلع الرومان من بلدنا. شو عم يصير؟ رح تعدموني بس لأني دافعت عن عقيدتنا. ولأخذ العلم إن غودينيا ميخايلوف سيحظى خصوصاً بشرف الموت بتمزيق جسده. سامحوني إذا غلطت معكم. يا ربي دخيلك يا ربي. وأنا كمان يا سمو الأمير إيفان، اقطع رأسي معهم. رح دافع عن عقيدتنا مثل ما هن عملوا. يلا اقطع لي رأسي. وقفوا الإعدام. الأميرة عم تطلب توقفوا الإعدام. وافقت تتعمد. جبت عروستك لهون يا إيفان من شان تتسلى بهالعرض يلي مجهز لها. اجيت لهون حتى تترجاني ما كفي حكم الإعدام. أنا بترجاك بكل تواضع سموك. عم تترجاك بتواضع. طلعوا عليها. حاولتوا ما تخلوا تفوت على المدينة امبارح، بس كرمال اليوم أنا رح أعفي عنكم كلكم.